قد يتساءل البعض عن أهداف هذه الحصة الموجزة في دقائق. طبعا هناك أهداف تربوية نسعى من أجل تحقيقها، وكذلك أهداف علمية، وفي مقدمتها تحصين المجتمع بالوعي التاريخي. نحن أحوج ما نكون إلى الوعي التاريخي في زمن العولمة الغربية التي تسعى من أجل محو خصوصيات الشعوب. فلذلك من حقنا أن ندافع عن هويتنا وعن ثقافتنا العريقة التي تميزنا عن غيرنا من الشعوب. هدف آخر لا يقل أهمية عن الهدف الأول، وهو تمتين اللحمة الوطنية بين الجزائريين عن طريق التركيز على الأحداث الكبيرة وعلى الأعمال التي تجسدت فيها وحدة الجزائريين، سواء في النضال من أجل التحرر، أو في المدارس في خدمة العلم، أو بالأقلام. فإذن علينا أن نركز على تاريخنا المجيد الذي صنعه أجدادنا بدمائهم وعرقهم وبأقلامهم أيضا. لعل كذلك ما يتبادر إلى الذهن من الأسئلة، باختصار على كل حال، ما هو التاريخ؟ ما هو التاريخ؟ هل يمكن أن نختزل التاريخ في كونه عبارة عن حكايات وأحداث مضت وكفى؟ طبعا هذا التعريف المبسط غير صحيح. التاريخ باختصار هو علم يهتم بماضي الإنسان، علم يهتم بماضي الإنسان من أجل الاستفادة من تجارب الأولين. نحن نعلم أن الماضي مثلما قال ابن خلدون هو كتاب العبر، وكتاب العبر، وهذه العبر تتمثل في الانتصارات التي حققتها البشرية، وكذلك في الانكسارات، لأننا نستفيد من الانتصارات بقدر كذلك ما نستفيد من الانكسارات. فعلى سبيل المثال، حينما نتحدث عن الحرب العالمية الثانية التي دمرت العالم وأسفرت عن قتل حوالي 50 مليون إنسان، نستفيد كيف حدثت هذه الكارثة ولماذا حدثت هذه الكارثة. فإذن العبر التاريخ مهمة ومهمة جدا. فتسمية التاريخ، هذه الكلمة أو هذا المصطلح، لم يرد في القرآن هكذا التاريخ، وإنما ورد بكلمات أخرى. مثلا عندنا القصة، مثلا عندنا النبأ، مثلا عندنا الحديث. فإذن التاريخ أشار إليه كذلك الشعراء في قصائد تعتبر عيون الشعر. ومما قيل في مجال التاريخ: واخدع ما شئت من الأحياء فلن تجد التاريخ في المنخدعين. أي أن الإنسان الذي يلم بتاريخه ويطلع على تاريخه وعلى تاريخ البشرية، لا يمكن للعدو أن يقضي عليه، حتى ولو انحنى مؤقتا، فإنه سرعان ما يستعيد حيويته، وسرعان ما يعود إلى حالته الطبيعية.